واحد الجو كيداير عندنا غزال، واحد الجو البنات ديال الشتاء غادي اي غتجي شي شتيوة واقيلة، شي واحد الجو واعر واعر رائع رائع، واخا كاين شويه تعذب ولكن غادي الشتاء اكيد اكيد. ها الفطور ديالنا الصباح، درت هذا ماشي درتو، هذا اختي كتقادتو حطتو في الثلاجه عندي كتقادو اختي. اتاي كويس ديال اتاي فرماج، وهم في حاطه حاطه في ديك لي بوط اللي قلت لكم شفتوهم حاطه فيهم، غير كنهز وكنسد وكندخل الثلاجه كيبقى مزيان بحيله بحيله يلا شاريه. المهم راجلي ساتيسفي دو لا كوزين امبيكابل وي اونفان، باش على الصداع راه الخدام كيدير السيد كيدير كيدوز واحد الخيطه ديال الضوء C'est vraiment, vraiment top. On a une belle table, un gros pour travailler, on pourra bien cuisiner. Avant, à Gadir, on a une seule table. Maintenant, on a une, deux, trois. Voilà, deux. Ah ouais. Bonheur. Bonheur, ouais. Les bassins ont des sandales, grâce à la bande à l'équipe qui a fait le matin, les وهنا رجعت لكم حبيباتي حبوباتي، غتشوفوني كرسه كندير الزيتون هنايا البنات. غنوريكم واحد الطريقه جديده للزيتون، ما غتبقاش تعذبكم الا بغيتو تقادو الزيتون بوحدكم في الدار. المهم كندار على ديك المره راجلي الزيتون، هو ما كنشرحوه في القناه ديالي اللي ما عارفهاش، راه كنخلي لكم ديك القناه ديال راجلي، هو الوالده ديالي، كنخلي لكم القناه ديالهم في صندوق الوصف اللي بغى يدخل عندهم يتفرج، راه كيديروا فيديوهات زوينه غادي يعجبكم اللي كيضحكوا فيهم. هما راجلي هو هما القناه ديالو. المهم الا كتشوفوا معايا الزيتون، راني كاينه واحد لا ميثود الاولى اللي كانوا كيديروا الناس، هي انه كانوا كيديروا الزيتون وكيبدلوا ليه الماء ثلاث المرات ياك باش تقادي الزيتون باش كيطيب. دابا كاينه واحده اخرى قالتها لي الزهره اختي، قالت لي شوفي هي شحال هذه كتقاد الزيتون في دارها حيت هي عندها الزيتون في الدار. قالت لي واحد لا ميثود اخرى، كتاخدي الزيتون كتشرحيه كما غتشوفوا درت ليه هما وتشرحوه، كديروا ليه الماء واحد المره، الماء واحد المره كتسناو عليه حتى كيطيب في الماء، الماء بوحدو ساعتي درتو ليه الماء تقدروا ديروه في البلاستيك، من بعد فاش ديروا ليه الحامض والملحه راه كتحوليه للزاج ضروري. انا بدل ما ندير الزاج راه كندير القلاط، الا غالي عليكم البنات الزاج ديروا غير القلالي ديال التراب راه مزيانين حتى هما. قلت لكم كديروه في فسميتو في الماء تقريبا حتى كيطلق داك تقريبا شي 15 يوم، حتى كيطلق داك المروره اللي فيه ديك الحروره اللي فيه كيطلقها، من بعد ديك الساعات كتحيدي ليه داك الماء حتى كيطيب، كتحيديه داك الماء وكديري معاه كتزيدي ليه ماء اخر وكديري معاه الحامض وكتزيدي عليه الملحه، الحامض والملحه سي بون، وكتخليه في داك الماء وكتبقى طيبيه. سينو البنات راه كتبقاو تبدلوا كل ساعه الماء راه كيمشي ليه المذاق ديالو، داكشي علاش المذاق ديال الناس اللي كيديروا كيبدلوا الماء ثلاث المرات الزيتون ما كيكونش المذاق ديالو مجهد، كيكون المذاق ديالو مشاليه ما بقاش فيه مذاق نهائيا، ولكن الا درتوا ليه هذه الطريقه تيقوني غيبقى لكم ديما الزيتون المذاق ديالو مجهد بحال هكا دايره الزيت، والمذاق ديالو واعر وما حارش هو زوين، كيكون المذاق ديالو مجهد. ديروه واحد المره في الماء وخلوه تقريبا 15 يوم حتى تحيد منو ديك المروره، ومن بعد فاش تحيد منو المروره فاش يوجد ديروا ليه الماء مع شويه ديال الحامض شويه ديال الملحه وصافي، ديك الساعه بقاو استعملوه غير يطيب وبقاو استعملوه. هنايا البنات جيت كنتو شفتوني هزه البيبي في كرشي حاطه دايره ليه الركب هزه،
اون فيت الناس راه بالمره كتجي الحاله ديالو ما عاد واش كيجوه لي كوليك ما عرفتش شنو بيه، ولكن بالمره ما كيبغيش، ما نكذبش عليكم ما كيبغيش ينعس لي، خاصني قال لك هزيني عاد نعس، الا ما هزيتينيش والله ما نعس لك ابدا ابدا ابدا. مهم هنايا كاين البنات اللي قال لي حيت واش شريتي ما كاين الصابون، ما ماشي ما كاين الصابون، ما كاين الصابون عندي يا ويلي. قال لي واش شريتي ماكينه الماعن، عقلنا شريت الماكينه ديال الماعن، اقول يا بصحتي وراحتي شريت الماكينه ديال الماعن، والله يرزق كل وحده ماكينه الماعن باش تهنى من الماعن، صافي تهنيت من الماعن، مابقيتش كنغسل دابا غير وسخ ولوح. وفي الحقيقه كنت ندمان، شوف شحال من هذه معمونه مضيعه من حياتي وما درت وما درتش ماكينه الصابون، ندمت 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 واحد الندمه ما كاينش لاسات ولا كنت عارفه. دابا درت ماكينه الماعن وليت كنقول يا ويلي هذا الشيء كله كنت مضيعاه في حياتي انا بلا ماكينه الصابون، يا ويلي هذا الشيء درته، لو كان عرفت كنت درت ماكينه الصابون شحال، ماكينه الماعن شحال هذه. انا ما كنتش عارفه واش البنات ماكينه الصابون كتهنيك كاع لهطل هاد الدرجه، والله ما كنت عارفه وحقا عمري ما شريتها، اول مره نشري ماكينه ديال الماعن. هنايا البنات راه هز الدري كيبكي حيت قال لك هزيني وما عطوش دار راه كرشو ولا شنو واش فيه شي وجيه. هنا يا اختي الزيتون كحل، واشيغي واشيغي بارك عليكم تقرقي بقرقه 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 بقرق. مالك احنا كنهضروا كيف هادي واشيغي؟ قلت لكم هنا البنات خديت الزيتون كحل، خذوا الزيتون كحل هذا داك اللي شريت من السوق، شريت الزيتون كحل من السوق ما طايب ما والو، خديته درت ليه الملحه وحطيته في الشمس في واحد الخنشه ديال الرافع، الا ما عندكمش خنشه ديال الرافع ديروه في خنشه عاديه دوك ديال الدقيق، خووهم ونقيها وديري فيها وديري فيها داك الزيتون كحل، عرفتوا الزيتون كحل، ولكن داك لي ما طايبش انا خديته ما طايبش من السوق، حيت البنات وليت بتنعتمد الطريقه ديال كلشي ناكلو عندي في الدار بيوم، ما نكذبش عليكم عندي الدراري صغار بغيت نتعلم داكشي اللي كانوا كيديروا الناس قديم ديال الزمان، ما كانوا كيشرو حتى شي حاجه كلشي كانوا كيقادوه في الدار، هذاك الشيء هو اللي بغيت، وليت بغيت نتعلم ندير داكشي كله اللي كانوا كدير الرويده ديالي كيديروا جدودنا، وما بقيناش كنديروه استغنينا عليه حنايا، ما بقيناش كنديروا داكشي في ديورنا، بغيت ولي يديروا دابا. دابا شوفوا هنايا خديت شريت الزيتون قلت لكم كحل من السوق رخيص ما غاليش الا غتشري هكا، ودرتو في الخنشه ديال الرافع درت معاه الملحه، حطيتو فوق شي حاجه وخليته كيسقطر داك الماء كله اللي فيه، ما شرحته ما والو الزيتون الكحل ما كيتشرحش، وحطيتو فوق واحد الحجره وخليته كيكب داك الماء كله اللي فيه تطلق داك الحروريه كامله اللي فيه. من بعد جدتو هنايا غسلته شويه من الملحه، حيت من نهايه الملحه كانت كثيره فيه ما دابتش، غسلته من الملحه ودرت ليه هنا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزعتره وشويه ديال الثومه، بيان سور اللي مبغاش هادشي ما يديروش ليه، يقدروا ياكلوا غير بالملحه عادي راه صافي. انا رزت ليه الزعتر وزعتره ودرت ليه شويه ديال الثومه، تقدروا تزولي حتى الغومه البنات، درت ليه شويه تاع زيت العود، زيت العود حتى هو درتو ليه وخليته يترقد في زيت العود مع الثومه ناشفه، تقدروا ديروا الثومه طريه، انا درت الثومه ناشفه والزعتر وزعتر وخليته يترقد تما واحد 3 ايام على الاقل، كيجي المذاق ديالو رائع 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 بزاف بزاف بزاف، ما نعاودش لكم كيجي المذاق ديالو زوين. هذا بين قوسين رجع لكم الماكينه، قلت لكم شحال هذه من عام وانا مضيعه في حياتي بلا ماكينه الماء، لو كنت عرفت كون شريتها كنت كنقول انا ماكينه الماء عندي شي حاجه عاديه بحال ما عاد شي حاجه بازيك بحال ما عندك بحال عندك ما كتنفع والو ولا ري شحال، كون عرفت انا شحال مع الماكينه ديال الماعن كتنفع كيه كا لو كون شريتها. عرفوا ماكينه الماعن كيفاش دايره، دايره بحال الماكينه ديال الصابون، الا ما عندك في الدار ما عندك والو صافي، دابا بحال شريتها وقلت لكم جربتها، والا ما عندك ما عندك والو. يوم بليس البنات هذه اللي شريتها رخيص، راه شريتها ب 48 الف ريال، هذا بيكو كنت غناخذ بوش، ولكن هو يقول لي السيد داك اللي كاين في 44 اللي كنقول لكم، ولكن راه غيصوب معكم في الثمن، راه ماشي هذا هو الثمن ديالها، راه غينقص لكم باقي في الثمن، داك اللي كاين في 44 اللي كنقول لكم كيبيع داك الشيء. انا كان كيتحب لي الماكينه واش ما عاد شحال ديال الزبابيل تاع الفلوس كاين 100 الف ريال دايره 60 الف ريال، كنت بغيت ناخذ بوش غاليه شويه، ويقول لي شوفي خدي هاد بيكو، قال لي راه غابور كاليتي بخير هاد بيكو واعره، قال لي بلا ما تضيعي الفلوس وتاخدي الماكينه ديال الصابون ديال الماكينه ديال الماء عندي 100 الف ريال، خدي غير ديال هاد 48 وقيله دايره 48 44 الله ما عقلت ما نكذبش عليكم حيت راجل اللي خلص ما عقلتش باقي انا الا ما خلصتش ما كنعقلش. قال لي خدي هادي، قلت ليه هنا خد بوش، قال لي لا، قال لي خدي هادي راه زوينه، قال لي كلشي خياخذوها الناس، قال لي وكتصلح مزيان، قال لي كتهنيك من الماعن، جدها فعلا، قال لي راجلي اجي نجربو حنا شنو خاسرين، خدينا ديك بيكو راه كتبان لكم تما اقتصاديه فيها ا بلس، انا كنت بغيت ا بلس بلس ولكن ما كايناش عنده ا بلس بلس، كاينه في الماركات الاخرين وغاليين شويه. قال لي خدي هادي، في الحقيقه الماكينه ديال الماعن كتقتصد على الماء وكتقتصد لك على البرودوي وكتقتصد لك على الوقت، الوقت صافي ديري لي غوسيت بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطيبو كيعكزو من الماعن بحالي انا كنبغي نطيب كيعكزوني الماعن
شري ماكينه الماعن، والله ما غاليه بداك الثمن. لو كنت تشوفوا هي البنات كي كتخرج الماعن، لو كنت تشوفوا هي البنات كي كيخرج، ما عرفت انا فين كنت، ما عرفت فين كنت انا، يا كنت في غيبوبه واخي هذا الشيء معام كله. انا كنت في غيبوبه ملي ما شريتش الماكينه ديال الماعن، كنت كنقول شي حاجه بازيك ما محتاجينهاش، ويلي ماكينه الماعن زعما غتغسلي الماعن حسن مديه وصافي غادي تعذبني. وفيت البنات الله على راحه يا ربي، بحال قالوا لك دابا بحال كنتي كتصبني الحوايج بيديك وليتي درتي الماكينه. وبحال الماكينه باغ اكزومبل اللي عندك الماكينه العاديه وعندك الماكينه اوتوماتيك. الماكينه العاديه حيت كانت عندي انا زمان الماكينه العاديه، والماكينه اوتوماتيك بوحدها عاوتاني لا علاقه، بحال كتهزي دوك الماكينه العاديه كتهزي زوارت الماعن كالحوايج كتحطيهم من بعد كتخرجيهم من بعد كتعصريهم من بعد كترديهم كتشليهم من بعد العذاب. ولكن فاش كتشري اوتوماتيك تهني. نهار كنرجع الموضوع ديالنا، نهار كنشرو البنات الاوتوماتيك، عمرك باقي تسولي في شي حاجه سميتها الماكينه العاديه ولا الصابون ديال اليد؟ الصابون ديال اليد غيولي عييك، ما عاد الا غتصبري شي حاجه كتطلق ما تقدريش باقي تصبني باليد، ما تقدريش ما تقدريش. ولا ما مشيت البنات الماكينه ديال الماعن، انا اللي راه كتنقي البنات الماعن بلبيا مزيان مزيان مزيان، وبليس ما كتضيعش الماء، لا ماكينه الصابون لا ماكينه الماعن راه ما كيضيعوش البنات الماء، راه اقتصاديين على الماء. انا عندي داك ماكينه الصابون عندي فيها ا بلس بلس، هذه ديال الماعن عندي فيها ا بلس صافي، ما لقيتش ا بلس بلس، وحتى اللي لقيت ا بلس بلس شويه غاليه، داك ديال الصابون كنت خديتها شويه غاليه، هذه ديال الماعن خديتها رخيصه 2200 درهم لقيتها رخال لها البنات. يوم بلس كتخرج الماعن هكا كيشعل، تعرف راجل فاش شافها قال لي اويلي، قال لي واش هذه 40000؟ قال لي راه كتنقي الماعن مزيان البنات كتنشفهم، راه كيكونوا هما ناشفين. بالنسبه للناس اللي قالوا لي حياه ما درتي حتى شي حاجه فوق الكونطوار قدام الماكينه ديال الماعن بتنشف لك الماعن، راه الماعن البنات كيخرجوا من الماكينه ديال الماعن راه كيخرجوا ناشفين ونقيين، كتهزيهم ديك كتشد فيهم راه كتخرجهم ناشفين وسخان. وانا ما عرفتش فين كنت شحال هذه معاهم، جو سي با تي جيتي كوم يا داني جي جامي اشتي لا ماشين لا فيزيل بوكو تي ما دي كي لي بيان كوم سا، حيت انا ما كنتش عارفه واش فيها هاد الزين كله وزيونه بحال هكا. كان كيتسحب ليا ماكينه الماعن، اوا صافي اوا اش غندير بالماكينه الماعن، غنغسل العبيد ديا. نهار يا ربي شريتها، دابا واخا ما عرفت اش يقول لي، ضروري اي دار غندخل ليها تكون فيها ماكينه الماعن، الا ما كاينش ماكينه الماعن ما باقيش نزيد. بحال ماكينه الصابون والله تي دوفيان ان ديسبونسابل كون ماشين لا لا فيلانج اي مو جو سافي با كيلي كوم سا شيري تي با جونتي شيري بوكو تي ما با دي سافي داني كوم داني مي كوم يد ميكو جو سافي با مو كيلي كوم سا. بحال شي واحد قالت لي ما بنيتي، قالت لي كان باك ديك الساعات فاش كنا مزوجين، قال باك قالت لي كان كيجيب دانون، انا غنعطيكم غير مثال، قالت لي كان كيجيب دانون للدار، وانا قالت لي ما عمرني ما عرفتش دانون بني كي، قال لي كان كيجيبو كيهزو كيفرقو كيعطي للجيران وهادشي 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 وهادشي. قالت لي انا ما عمرني ما ذقته ما كنتش كناكلو. قالت لي واحد النهار مشينا لاكادير، ديك الساعات ما كانوش كيمشيو لاكادير، ديك الساعات الناس تاع زمان كانوا كيمشيو لاكادير الا اللي عندهم شي مرضى ولا شي حاجه غيمشيو. مشات ديك الساعات لاكادير تقول لي وجانا الجوع، قالت لي ديك الساعات خويا كنا راكبين معاه وقالت لي وما كاينش ما ياكلو، ويمشي للحانوت جاب لهم دانون دانون، جاب لهم خبيزه خبيزه عطاها لهم. قالت لي اول مره في حياتي هذيك كندوق دانون، وانا نقول ليه، وقالت لي وانا ديك الساعات كليته ونقول هي انت هاد اللي فيك هاد البنه كلها، وانا شحال هادي من عام ما كليتك. قالت لي وكنحس براسي تشمت شحال من عام ضيعته، باك كان كيجيب دانون ما كنتش كناكلو، كنقول انا واش داكشي كياكلو فيه عباد الله. قالت لي وبحال هكاك، ودابا انا عطيتكم مثال باش تفهموا، بحال هكاك دابا ما كاينت الماعن، انا تشمت شحال من عام، عمري 29 عام
29 ans et je suis arnaquée 29 ans sur la machine. Et toi, tu sais tout ça, je dirais. Et c'est normal, tu le laves pas, c'est moi qui le lave. C'est normal. Je ne sais pas si tu le laves. 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 Je ne sais باقي ليش حاجه باقي ما دقتهاش مي نقول لكم انا كاع الاطباق دقتهم ولكن الحاجه اللي ما عمرني ما فكرت فيها وكنت مكلخه فيها او جلافو جيتي بيتا جلافو دوفون طول موند 327000 بيرسون جيتي تري بيت دو با اشيتي لا ماشين ا لا فيسيل وكنت مكلخه ها انا نقول لكم حيت ما شريتش باكينه الصابون ما كنت الماعن كنت باقي ما بغيتكمش ديروا بحالي ما تكلخوش بحالي وما تشروهاش عباد الله يا جمالك يا جمالك دابا على راسي ندير الشهيوات ونعمر في الماعن وفي الكيسان وغنشهي وغندير اللي عجبني ورا راه برا الماكينه غتصب غتغسل الماعن ما شغليش فيها يوم بليس اقتصادي حتى في البرودوي البنات البرودوي ديال الماعن حنا كنضيعوا بيدينا اكثر ما كنضيعوا يوم بليس ليكونوميك بوغ لو ديسبي با بوكو دو نو اون بير بليس دو طون كلي ماشين لا فيسيل حنا فاش بليس دو دو طون بليس دو برودوي بليس دو لو اون بليس يا با دو لي دا البنات اقتصدوا على الماء الله يرحم لكم والدين اقتصدوا على الماء راه ما كاينش الماء بزاف سوس ما الصدر عرا فيها الجفاف الله يرضي عليكم والشتاء ما كايناش الله يرضي عليكم المهم هنايا راه طيبت العشاء نقول لكم شنو طيبت العشاء كنت بغيت نقول لكم الوصفه ديال العشاء ولكن دازت نقولها لكم غير غابيد غابيد وانتم عرفوا من راسكم خديت داك لاداند خديت واحد لا ترونش ديال لاداند خديت الصدر الصدر مع العضله واش سميت هذاك العظم اللي كيكون في الكرش خديته البنات ودرت معاه شويه ديال تقريبا بحال الشكل درت ليه بحال الشكل ديال اللحم درت معاه ما درتش معاه الزعفران درت معاه الغومغان اللي هو اليازير درت معاه الحرقوم بلدي البزار شويه تاع المليحه ورق سيدنا موسى اللي هو لو في دو دوريون صح ها لو في دوريون ولا في كوا Quand tu parles de feuilles d'orient, tu parles là. Ah, donc les feuilles qu'on met dans la nourriture, c'est quoi les feuilles? لوريي لوريي وراق سيدنا موسى وحطيته كيطيب وجبني البنات جرائع رائع رائع مع البصيله جرائع رائع رائع وزدت عليه البطاطا البطاطا طيبتها بوحدها مع المرقه هو غير طيبته خرجته حطيته في الفران درتي مع شويه الزبده وحطيته تحمر ومن بعد خديت الزبده وزدت عليه ودرت البطاطا وشويه الشامبينيون غتشوفوا دابا الطريقه كيفاش بنات انا جالسه كان كما شفتوا جالسه كنطيب العشاء وشوفوا البنات هاد لي بواط هادو ما تدوش على الروينه هاد لي بواط البنات شوفوا لي شامبيون تقريبا هادو شافي دو سيمين البنات اللي عندي لي شامبيون دو سيمين ودايرهم في هاد لي بواط هادو كيكونوا في اسواق السلام كاين هادو اللي فيهم هادي وكاين السامبل بحال بحال هو بحال بحال لا هادو لا السامبل تعرفوا يا البنات رائعين شوفوا جوج سيمانا شوفوا الشامبينيون باقي بيض كما خليتو درتو سديت عليهم كما بقاو حيت فيهم هاد الجلده هنايا واخا هما دايرين شويه الثمن تقريبا دايرين شي 30 درهم ولا 25 درهم للبواطه تاع الزاج والبلاستيك وهذه ديالهم ولكن البنات راه كيبقاو فيهم داكشي كما حطيتهم درت فيهم الخيزو لقيتو كما حطيتو كما بقيتو بقى يبقى داكشي طري فريش ما كيخسرش يعني صافو يعني واخا دايرين الثمن كان راجلي قال لي راه غالي بلا ما تاخذيهم قلت لي راه غالي ولكن راه كيحافظوا على الحاجه كتبقى لك ما كتخسرش لك شوفوا دابا الشامبينيو خليته جوج سيمانات نسيته كان غادي يخسر ولكن هذه ما خسرش الشامبينيو راكم عارفين غالي ما نسد لي هذه كاينه الاخرى سامبل نوريها لكم بلات كاينه هاد العاديه شتو حتى هي راه ما كيخسرش فيها راه بحال بحال راه غير هادو خديتهم من مرجان هادو خديتهم من اسواق سلام بحال 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 خذوهم البنات زوينين انا دابا شوفوا مطاب غادي ندير فيه شويه ديال الشامبينيو هكا طات فيها غير ثلاث مورسوا ديال الشامبينيون بحال هكا كيشربوا عارفين الشامبينيون دغيا غير كيسوتو هكا يضربوا السخونيه دغيا كيطيب كيتكل اصلا هو الشامبينيون كيتكل البنات كيتكل حتى ما طيبش يعني ماشي ضروري انكم تاكلوه ضروري طيب غادي نزيد عليها شويه ديال لا كريم هي مرقه اعتبروها عباره عن مرقه وزدوا شويه ديال الشامبينيون انا داكشي الدجاج سميتو شنو اسمو ديالي شنو اسمو لاداند راه طاب في الفران طفيت عليه غادي غير نتسنى شوي على الشامبينيون يشرب وهاد لاصوص تعقد وصيبو اي عمرت الدنيا وصيبو وحنا واجدين غنتعشاو يلا المهم
المهم بانت هو لو بلا ديالي انا ما شفتوش تو داك اللحيمه ديال لا دان طابت حمرت هذاك غير شويه ديال المايس بقى غشاط غادي ما غاديش نغسلو واحد يلاه حتى حنا بغينا نتعشاو على واحد جاتو خليه جاتو الكاله وبغى ما عرفش بلا يدير كاله C'est pas des poules, c'est de la dinde. Alors tu sais, comment dire comme ça, comment dire comme ça. Comment dire comme ça, comment dire comme ça. Viens, prends-le. Alors, tu y es. Comment dire comme ça, tu y es. Tu y es, dans. Tu y es, dans. هادوك لي بواط البنات اللي وريتكم دو الزاج هادوك ضروري خاصكم تاخدوهم. وشفت واحد الافخ دابا الا بغيت واحد السيدره سميتها هند ايكيا كاين عندها الانستغرام كتليفغي بالنسبه للبنات تاع اكادير تاع مراكش اللي ما عندهمش ايكيا في البلاد في المدينه ديالهم حيت كازا حنا هنا ايكيا عندنا غير في كازا صافي فاش كاينه دخلوا عند السيده الانستغرام ديالها سميتها هند ايكيا واخيلا هند ايكيا راه كتبيع داكشي ديال ايكيا دوزو عندي الانستغرام غنطاقيها لكم فيه دوزو راه كتبيع داكشي ديال ايكيا كتليفري لكم حتى للدار راه كاينه واحد لوفر دابا ديال دوك لي بواط بحال هادوك داير 169 درهم عندك 4 ديال لي بواط عندك جوج كبار وجوج صغار ولكن الا بغيتوهم البنات راه كاين في مرجان وفي اسواق السلام راه كيتباعوا واش 25 واش 30 درهم لا بواط انا مازال غادي نزيد منهم ولكن البنات راه كيخلوا لكم الخضره باقا جديده حتى تطي حتى تتاكليها درت فيها الخز وبقى الخز طري كما هو درت فيها الشامبينيون كما وريتكم بقى فيها كما هو اي حاجه حطيتيها فيها حتى دابا الخضره الا قطعتيها ولا شاط لك شويه ديال والله العظيم البو هذا كيبقى طري نابورتو كوا قلت لكم والله الا كتبقى فيها الخضره طريه طريه مع ما كيكونش فيهم داك لير داك البرد داك البرد كيدير هو اللي الخضره كيعفنها وكتولي كتقدع مي سينو رائع عندك لي بواط رائعين 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 خذوهم كتانفيستي فيهم غاليين شويه ولكن سافو لوكو البنات يعني عرفتي شريتي وعرفتي ما شريتي كيبقاو عندك دائما ومطو ما كتبقاش تضيعي الخضره تبقاش تضيعي الخضره وي 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 والله الفريغو كيبقى عندك ديما نقي يوم بلوس ما كتبقيش تضيعي الخضره وحنا ما هاد دابا كاينين الناس مساكن الخضره ما كايناش الماء ما كاينش ما كاينش اش نضيعوا الضيعه البنات راه ما مزيانش الله يعطيكم الخير كنعنصحكم ونعاود ننصحكم البنات اللي متبعيني كلكم ما ديروش الضيعه لا في الماكله لا في الماء نقول لكم غو بيزو تهلاو في راسكم ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ما تنساوش لايك وتبارطاجيو تشتركوا الا باقي ما مشتركينش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او غو بيزو عليكم.